نحن نشوف على الطبيعة هنا الخطوات بتاعة البرنامج بتاعة الديزا، وهي إن شاء الله سهلة جدا. هما في الديزا رقم 7 هما 3 حاجات: بالنسبة للأوتوماتيك أتندنت هي الجزء الأولاني، سيتنج عامة هي اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية وشرحناها، إن أنا في السكيورتي بحدد هي على الخط الخارجي ولا مفيش سكيورتي خالص ولا على كل حاجة حتى الداخلي. هنا بحدد الطول بتاع الكود بتاع ال4 أكواد اللي عندي. لو انا اخترت 6 ديجيت هنا لما اجي اخزن مش هيسمح 2 3 4 5 6، مش هيسمح ب7 خالص. هو انا محدد 6 هيسمح ب6 ديجيت. ديزا تون يتغير بعد ما يحط سكيورتي ولا لا. هنا هنا طبعا البيزي مود لو انا اخترته بالديزا، لو اتصل بخط داخلي ولقاه مشغول ففين الرسالة اللي انا عاملها، جميع نقاط الرد مشغولة، سيتم الرد عليكم او سنرجو الاتصال برقم داخلي اخر او كذا. هي هنا اما ان اختار ديسكونكت فما فيش رسائل هيقطع على طول، واما ان اختار ان انا ادي كول ويتنج للبيزي. الخطوة دي هنا زي ما قلنا. والديزا انترسبت مود يا اما هقطع الخط يا اما هوديه يبقى مكالمة عادية. ده في حالة الانترسبت ان محدش رد عليه بعد ما اتصل بالداخلي، او في حالة انه ضايل ان هو ما اتصلش، فانا بحدد نوع زي ما قلنا بحدد نوع التعامل معاه. هنا هنا التايمينج زي ما شفنا كله بتاعنا، اخر الديزا في الرد قد ايه. طبعا المفروض انها تبقى 0 سكند عشان ميبقاش في فترة ما تزعش فيها رسالة. وبعد الاو جي ام هديله زمن قد ايه اسمح له فيه بان هو يختار، هم 10 ثواني كافيين جدا. طيب بعد ما بحول المكالمة اللي ما تردش عليها للانترسبت، هسمح بقد ايه جرس محدش رد عليه، 10 ثواني ولا 20 ثانية ولا 30 ثانية؟ اعتقد ان 20 ثانية كافية جدا ووافية. طب بعد الانترسبت لما يروح يبقى جرس عادي جدا عند كل، يعني زي كل المكالمات اللي جاية، اسمح بزمن قد ايه برضو بروجرامبل هنا، والحد 2 متاح، اعتقد 30 كافية جدا. انترسبت تايم فور انترنال ديزا اللي هو انا بحدد مثلا ان هنا تبقى 9 ثواني مثلا، بديها زمن للديتكشن للفاكس تون بصرف النظر عن طول يعني طول المسج بتاعت الديزا، لانها لو اقل من كده فممكن يكون الزمن ده مش كافي بتاعها 3 ثواني ان السيستم يديتكت الديزا، خصوصا ان انا لو انا طالب منه مثلا ان هو يعمل ديتكت تو تايم لرسالة الديزا. وهنا بختار الرينج باك تون بالنسبة للمتصل اللي سمع الرسالة ابتدى يتصل بالداخل، هيسمع رينج باك تون عادي ولا يسمع ميوزك ان هولد. ادي خطوات الديزا سهلة جدا. هنا بالنسبة للداخلي كله مسموح له ان هو توصل له رسائل من الديزا، لكن نفترض مثلا ان انا حاطط يعني مثلا في الرقم هنا مثلا ده مثلا حد مهم مش عايزين حد يتصل بيه من خلال الديزا، فانا بمنع الاتصال بيه بالشكل ده. تمام. انا برضو هنا في السيستم في البرنامج انا يعني فتحتش ان اوريكم حاجة مهمة بالنسبة للإكستنشنز في الجروب. انا هنا جيت على العدد اللي انا عاملها ترد اللي هي 110 مبيعات، 120 كذا، 130 للصيانة، حطيتهم مع بعض في اكستنشن جروب واحدة وخليتها هانتد جروب وخليتها سيركلر ويعملوا بيك اب مع بعض مجموع العدد مع بعضهم، عشان لو اي حد اتصل باي خط اتصل مثلا ب 110 وهو مشغول اوتوماتيك يحول على 120، اوتوماتيك يحول على 130. يعني هم نفسهم ال3 نقط اللي انا كنت حطيتهم في الرسالة عملتهم مع بعض في جروب واحدة، وعملتهم هانت جروب سيركلر كمان عشان لو اي واحد مشغول التاني يعمل له كفر، ولو حد فيهم عنده كل ويتنج وهو مشغول هيجي له كل ويتنج وهيسمع رسائل. ده يعني حبيت اوريكم براكتيكالي لو انا جوه البرنامج نفسه انا ممكن اعمل الخطوات دي ازاي والديزا شكلها ايه. هي كلها متجمعة الحقيقة في مكان واحد الا الجزء بتاع البرميشن للدخل او لا، وطبعا الجزء بتاع السي او لاين مود في الدي والنايت. انا عامل ان 6 و7 و8 تيجي عليهم هم يبقوا بيردوا على رسائل الديزا، وكل خط فين بيرد على
رسالة مختلفة، ده كمثال عملي ازاي اكمل البرنامج بالكامل للديزا من اول خطوة لاخر خطوة، قلناها عن طريق العدة المميزة، قلناها عن طريق البرنامج بي سي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.